بسم الله نبتدي بده ونلتمس رضاه سبحانه جل علاه، به نستعين وعلى هداه نستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بحضراتكم في دنيا ودين، كل عام وحضراتكم بخير. بنتكلم عن ذكرى عظيمة ألا وهي الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كل عام وحضراتكم بخير. إيه العبرة من قصة الإسراء والمعراج؟ هنعرف أكيد من شيخنا الفاضل والجليل واللي دايما بنورنا في دنيا ودين، الشيخ عيد إسماعيل من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك مولانا. أهلا وسهلا معالي الدكتور محمد، كل عام وحضرتك والأمة الإسلامية كلها بخير إن شاء الله، وحضرتك والأسرة الكريمة والمشاهدين المحترمين يا رب دايما بخير. أمين يا رب. تفضل يا غالي. اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا عدد أنفاس البشر وحبات المطر وقطرات الماء وذرات الرمال، وعدد من صلى على سيدنا محمد، وعدد من لم يصلي على سيدنا محمد، وعدد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واجعل اللهم لنا من بركات الصلاة والسلام عليه من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، وارزقنا من بركاتها سترا وقبولا وتوفيقا ونجاحا وعافية يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. بداية، ما أصاب الإنسان من هم أو غم أو بلاء إلا وكان له به أجر. جميل. وأعظم الناس ابتلاء هو سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ابتلي فصبر عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى قال في خواتيم سورة النحل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كأن الختام صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا. نعم، كأن الختام هنا في سورة النحل أيوة مدعاة للصبر، لأن لك أجر عظيم جزاء صبرك. ثم انظر المكافأة العظيمة. كنت لسه عايز أسألك، إيه علاقة الآيات الجميلة وصبر أكبر سيدنا النبي تمام بذكرى الإسراء والمعراج؟ لقيتك خلصت ورحت داخل سبحان الذي أسرى بعبده مباشرة. نعم، هذا سبحان الله من جمال القرآن. جميل. حتى في الترتيب سورة النحل أيوه. خواتيم سورة النحل بتتكلم عن الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أيوه. وجادلهم بالتي أحسن، وبعدين بيتكلم سيدنا النبي واصبر وما صبرك إلا بالله، وبعدين بينتقل سبحانه. إلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. هو ده الواقع اللي سيدنا النبي عاش صلى الله عليه وسلم. كان يدعو إلى الله من أول ما وقف صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ينادي في قومه إني رسول الله إليكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وكان عمه أبو لهب بجواره يقف مع الناس تمام. سيدنا النبي يقول لهم اعبدوا الله، يقول لا تصدقوه فإنه كذاب. سبحانه. عمه أقرب الناس إليه. ثم ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة الإيذاء البدني، يضربون رسول الله، يسلطون عليه السفهاء، يلقون سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم تمام. أمعاء الماعز أعزكم الله على ظهره وساجد صلى الله عليه وسلم، وتهديدات وقتل لأصحابه حتى خرج بالدعوة إلى الطائف لعله يجد هناك من يعبد الله ويوحده طيب. لكنه عاد صلى الله عليه وسلم متألما أكثر وأكثر مما لقاه في الطائف
من اتهام طيب. ومن إيذاء لسيدنا رسول الله. بعد موقف الطائف هننتقل نشوف إيه اللي حصل مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن استأذنك وناخد معنا أستاذ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا بيك يا فندم. مولانا ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، استأذنك بس نعلي صوتنا يا فندم. مولانا حضرتك دلوقتي أنا كنت عاوز أعرف إيه فضل هذا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره في هذا اليوم، ده نمرة واحد. نمرة اتنين يا مولانا، أنا رحت المقابر، كان أحد الأقارب توفاه الله، ودي كانت أول جمعة كنت رايحها، ما كنتش رايحها مخصوص، فاتفوجئت لقيت المقابر زحمة قوي، فقول لهم يا جماعة النهاردة ليه زحمة قوي المقابر؟ نعم. قال لي عشان خاطر النهاردة الإسراء والمعراض. تمام. فهل يحق ذلك ولا لا يحق؟ حاضر يا فندم، شكرا جزيلا أستاذ يوسف. معانا أستاذ محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك، كنت حضرتك بس كنت حابب أسأل عن موضوع معين كده يخص أخويا. اتفضل. اخويا بقاله 12 سنة دخل في سكة الادمان وكده، تمام، ولدرجة اللي هو خد فرشنا باعه وحاجتنا كلها، كان بايده تولت وحصل مشاكل كتير قوي لغاية ما خدته وقعدته في مصحة 3 سنين، تمام، وهرب من المصحة لسه بقالوش يومين. هل لو انا رفعت ايدي من عليه يعني خلاص، لان انا تعبت جدا، هل يبقى دوت حرام ولا ايه؟ حاضر يا استاذ محمد، حاضر، شكرا جزيلا. فضل مولانا نبدا بالاستاذ محمد. باستاذنا اللي لسه بيتكلم، تمام. يعني عايز اقول له يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسره، لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل لك الله. عايز اقول لحضرتك ان هذا ابتلاء، ومن اخذ حظه من البلاء فقد اخذ حظه من النبوه، واشد الناس كما قلنا في الابتلاء هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. فهذا ابتلاء يا اخي، اصبر عليه ولا تلقي به في طريق الشيطان، حتى وإن كان هو عنده مشكلة أو خلل نفسي. ما هو الإدمان ده بيدمر المخ، بيدمر العقل، بيدمر وظائف الجسم كاملة. فإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى تؤجرون على صبركم. وإنت بالذات قال سنشد عضدك بأخيك، أرجوك أي حد عنده أخ مدمن أو يسير في هذا الطريق أو في بداياته أو في وسط أو في نهايته، يصبر عليه، فإنه في واد وأنتم في واد آخر، فاصبروا عليه تؤجروا عليه. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. جميل. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ما بالك هذا أخوك. أيوة. ولو حق عليك في النصح وفي العلاج وفي يعني لم الشمل قبل أن يقع في أيدي الحرام، تمام، فريسة سهلة. عافانا وعافاكم. جميلة مولانا، استأذنك وناخد معنا أستاذة ملك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ بخير يا فندم الحمد لله، اتفضلي. ممكن اتكلم فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا، اتفضلي. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك فضيله الشيخ؟ يا مرحبا، اهلا وسهلا يا بنتي، اتفضلي. اهلا بحضرتك. كان عندي سؤال. اتفضلي يا فندم. ما هو علاج السحر الذي يمس الزوج واهله؟ علامات السحر. حاضر. علاج السحر الذي يمس، علاج حاضر. علاج السحر. حاضر يا استاذه ملك، شكرا جزيلا. مين يا جماعه معانا؟ طيب يا اهلا بيك، اتفضل يا فندم. الو السلام عليكم. يا اهلا بيك يا استاذ علاء، اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا استاذ علاء. ازيك يا استاذ محمد؟ بخير الحمد لله. وسلام لفضيله الشيخ. اهلا وسهلا، مرحبا يا حبيبي. انا بس كان عندي استفسار بسيط. اتفضل فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك دلوقتي انا مش بقول على نفسي ان انا انسان متدين، بس قريب من ربنا على حد ما، تمام؟ تمام. فجات لي وظيفه، وشرط الوظيفة اللي أنا لازم أحلق اللحية، فهل لو أنا حلقت اللحية في أي وزر دين عليا؟ حاضر. حاضر يا أستاذ علاء. حاضر يا فندم. حاضر. شكرا جزيلا. معنا أستاذ سامي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا حبيبي؟ يا أهلا بما عليك يا فندم، اتفضل. هو سؤال لمولانا، أسأله سؤال. اتفضل يا حبيبي، أهلا وسهلا. في رحلة الإسراء والمعراج، الرسول عليه الصلاة والسلام لما طلع للسماوات السبع، تمام، طبعا هو فات على كل سماء سلم على الانبياء. نعم نعم، تمام. طب هو صلى بهم امتى بقى، قبل ولا بعد؟ حاضر يا حبيبي. حاضر. حاضر. حاضر يا حبيبي، شكرا جزيلا يا استاذ سامي، شكرا جزيلا يا فندم. استاذ يوسف كان بيسال عن فضل يوم الاسراء والمعراج.
هذا اليوم من الأيام التي جبر الله فيها قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا كده كانت مرحلة من الإيذاء والعنت والتعب ويعني أمور شاقة على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتستأذنك الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، يا ريت أستاذ محمد اللي أخوه مدمن ومحتار يقف معاه ولا وتعب وبقاله 3 سنين يركز قوي في تفاصيل الكلام عن سيدنا النبي وايه اللي مر بيه من خلال اللي بيقوله مولانا الفاضل الشيخ عيد اسماعيل. اتفضل مولانا. حتى وصل الى الطائف واوذي هناك واصطفوا صفين واذوا رسول الله وادموا قدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلجا الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء الشهير: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت رب العالم، انت رب المستضعفين، وانت ربي يا اله العالمين، الى من تكلوني؟ لبعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي، ولكن عافيتك اوسع لي. هذا الدعاء قال من دعا به مهموما إلا فرج الله همه، الله وفرج الله عنه ما أصابه من البلاء. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي بعد المرحلة الشديدة والصعبة دي بتكريم الله سبحانه وتعالى، ويجي له سيدنا جبريل ويقول له: يا محمد قم فتطهر، الله، فإنك الليلة مدعو لزيارة السماء، الله، كأنها رسالة من الملك. إذا الله كان أهل الأرض قد صدوا عنك وامتنعوا عن سماعك يا حبيبي يا محمد وعن استقبالك في مكة وفي الطائف، فإن أهل السماء وأهل الملأ الأعلى الله يستعدون لاستقبالك والاحتفاء بك الليلة يا الله حبيبي يا عليه محمد. الصلاة والسلام. رسالة للأستاذ محمد اللي أخوه مدمن. ليك نصيب من اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وليك نصيب أن موقفك وصبرك نفس البلاء والابتلاء اللي مر به سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ورغم ذلك صبر. وفي النهاية سيدنا جبريل عليه السلام زي ما بيقول مولانا الفاضل كده نزل من السماء، طالع رحلة أو طالع زيارة للمولى تبارك وتعالى. فبإذن الله صبرك على أخوك في موضوع الإدمان وأنك بقالك 3 سنين وأنك تكمل معاه، تأكد أن الصبر ده جزاءه بإذن الله يكون كبير جدا جدا، سواء في الدنيا أو في الآخرة بإذن الله. بإذن الله تعالى. استأذنك مولانا، معنا أستاذ بهاء. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا أهلا بيك يا فندم. يا أهلا بيك. بعد إذن حضرتك بس كان عندي سؤال للشيخ. تفضل يا سيدي. تفضل يا فندم. بإذنك يا فندم، أنا إخواتي ظلمني وكانوا حقي بالباطل. أنا مريض بمرض مزمن في المخ، وإخواتي عايزين يطردوني من الشقة اللي أنا عايش فيها عشان هي شقة ورثة، وعايزين يطردوني منها وكانوا حقي بالباطل وظلموني. لي عند أخ فيهم فلوس وكانوا حقي وظلموني، ودلوقتي قطعوني، قطعوا صلة الرحم نهائيا بيني وبينهم. الشقة دي بتاعتك لوحدك كدا. يا أستاذنا أستاذ بهاء، الشقة دي بتاعتك لوحدك ولا بتاعتكم كلكم؟ بتاعتنا كلنا حضرتك. حلو قوي. هم أخدوا نصيبهم من الشقة دي فلوس ولا ما أخدوش فلوس؟ طيب يا حبيبي، بقى انت ليه متهمهم ان هم عايزين يقطعوك؟ لا، ادي الامانة وادي الحق، وبعد كده هتلاقي الامور بقت زي الفل والناس مش هتزعل منك. انا حضرتك مريض بمرض مزمن في المخ وما بشتغلش، وباخد معاش والدي عشان غير قادر على العمل. كويس قوي. هم ظلموني وعايزين يطردوني من الشقه. ظلموك في ايه؟ ظلموك في ايه؟ ليه عند اخ فيهم، اخ منهم ليه عنده اكتر من 15,000 جنيه. طب واحد ده واحد ده واحد كم اخ ليك يا استاذ بهاء؟ كم اخ؟ 5 حضرتك. الخمسه مطعينك؟ الخمسة قطعوني. أيوة. يعني الخمسة كلهم وحشين يا أستاذ بهاء وأنا اللي كويس؟ استحيل. لو رجعنا نفسنا يعني مع احترامي للجميع يعني. هل لو احنا رجعنا نفسنا، ولا فكرة اللي أنا عشان مريض فأنا ليا الحق أخد المعاش بتاع الوالد الله يرحمه، وليا الحق اللي أنا أخد الشقة اللي أنا عايش فيها؟ أنا مش واخد الشقة. تمام. أنا قاعد فيها أنا وأخويا الثاني، أخويا كان متجوز وطلق وقاعدين فيها مع بعض، لكن هم دلوقتي بعد ما والدتي توفت عايزين يبيعوا الشقة بأي طريقة. حاضر يا فندم، اكيد هيجاوبك مولانا الفاضل. شكرا جزيلا استاذ بهاء. معانا مين يا جماعه؟ معانا استاذ ادهم. يا اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. يا اهلا بيك يا استاذ ادهم. كنت عايز استاذن فضيله الشيخ ان اساله سؤال. اتفضل. اتفضل. يا شيخنا دلوقتي جدي توفاه الله رحمه، وكنت عايز اشوفه في المنام يعني عشان بحبه كده. تمام. حاضر. هقول لك. حاضر. وكمان كنت عايز اشوف الرسول في منامي. اللهم صل عليه. حاضر يا حبيبي. عندك كم سنه يا استاذ ادم؟ عندي 14 سنه. ما شاء الله. حاضر يا فندم، ربنا يحفظك يا رب. ربنا يجازيك كل خير. شكرا جزيلا. استاذه ملك، موضوع فيه علاج للسحر. طبعا. تمام. قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا سورة البقرة. تمام.
فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. تمام. بطل دول اللي هم كبار عمالقة السحرة. جميل. فأي إنسان عاوز يعمل علاج سريع لنفسه والبيته من العين ومن السحر ومن كذا ومن كذا عليه بسورة البقرة. تمام جميل. طيب أستاذ علاء بيسأل عن موضوع حلق اللحية، يعني نعم. لو أنا رايح مثلا وظيفة أحيانا في بعض المؤسسات أو بعض الأماكن تلتزم بحلق اللحية. نعم، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة، يعني إذا أطلقها يعني تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج، يؤجر على ذلك، وإذا لم يطلقها لا إثم عليه إن شاء الله. تمام. أستاذ سامي، موضوع رحلة الإسراء والمعراج، الصلاة كانت بيكلم على فرض الصلاة. لا، هو أظن كان بيسأل الصلاة كانت الأول ولا بعد. بالزبط. الصلاة في المسجد الأقصى بالأنبياء. تمام. كان قبل الصعود إلى السماوات العلى. جميل. ثم صعد إلى السماوات العلى وقابل في السماء الأولى سيدنا آدم، وفي السماء الثانية سيدنا عيسى وسيدنا يحيى، وفي الثالثة سيدنا يوسف عليه السلام، وفي الرابعة سيدنا إدريس، وفي الخامسة سيدنا هارون عليه السلام، وفي السادسة سيدنا موسى، وفي السابعة سيدنا إبراهيم. وأرسل سيدنا إبراهيم السلام والتحايا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد بلغ أمتك مني السلام وأقرئهم مني السلام وبلغهم. تمام. أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأنها غراس وغراس، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ما شاء الله. أستاذ بهاء، موضوع الشقة وإخواته، رد الحق إلى أهله. جميل. ترتاح والقلوب كلها تصفى. بالضبط. أستاذ أدهم نفسه يشوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، صدق ويشوف جده برضه. صدق الحب لأي إنسان يجعلك تلقاه في المنام، صدق الحب. تمام. إذا كنت بتحب سيدنا النبي أكثر من الصلاة على سيدنا محمد ترى رسول الله في المنام. على قدر الصدق تنال ما تريد. طب احنا طالعين لفاصل كده نسمع حاجة مع بعض، فضل مولانا. سيدي يا رسول الله، أسرى بك الله ليلا، أسرى بك الله ليلا، إذ ملائكه والرسل في المسجد أقصى على قدمي، لما رأوك لما رأوك التفوا حول سيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعالم، صلى وراءك يا حبيبي، صلى وراءك منهم كل ذي خطر، ومن يفز بحبيب الله يأتمي. ثم ارتقيت ثم ارتقيت حتى وصلت إلى سماء لا يطار لها ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلمي. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ربنا يسألك ويحفظك يا مولانا. استاذنك ونستاذن المشاهدين المحترمين، هنروح لفاصل ونرجع نكمل معكم بإذن الله في دنيا ودين.